اهلا بكم من جديد مشاهدي زملكاوي في كل مكان. وصلنا للجزء الحواري الثاني معانا في حلقتنا من زملكاوي. شرفني ومنورني في حلقه زملكاوي النهارده زملكاوي كبير جدا، زملكاوي ابن زملكاوي، الاستاذ رحاب ابو رجيله، عضو مجلس اداره نادي الزمالك سابقا. مشرفنا ومنورنا. اهلا بيك يا احمد، وسعيد ان انا موجود معاك، وسعيد ان انا بقالي يعني فتره يمكن 4 أو 5 سنين ما طلعتش على شاشه التلفزيون، فيمكن يكون من فتره طويله يكون في بيتنا الكبير قناه نادي الزمالك. وده من حظي وسعدي ان انت معانا النهارده. الله يخليك. تسلم. في البدايه كده، كان من يومين عيد ميلاد الاسطوره، بعتبره اسطوره الاساطير لانه شغل مناصب كتير في نادي الزمالك، خدم نادي الزمالك في اكتر من مكان، كابتن محمود ابو رجيله الأسطورة. حابين نقول له تاني وتالت وعاشر كل سنة وهو طيب. قول لي كده، شفت ازاي اهتمام الناس كلها بعيد ميلاد واحد من الأساطير؟ ايه أكتر تهنئة أسعدته كابتن محمود؟ هو طبعا بس معلش يعني فضل. بداية في الكلام طبعا لازم نعزي الأسرة الرياضية كلها في مصر، وفي أخويا وصديقي، صديق الطفولة وجاري كابتن إيهاب، ويعني بصراحة كلنا حزنانين عليه، وربنا يا رب يرحمه ويغفر له، مثال للأدب وللأخلاق، وطول عمره شخصية جميلة، وربنا يا رب يرحمه ويغفر له، ويعني يصبر أهله وزويه يا رب إن شاء الله بإذن الله. يا رب ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. كابتن طبعا يعني هو مش غريب طبعا، الحمد لله، ان حب جمهور نادي الزمالك للكابتن ابو رجيله. دايما جمهور نادي الزمالك بيبقى يعني بيحتفل بيه بعيد ميلاده، ودي بتبقى حاجه جميله جدا جدا، وبتسعدنا كلنا واحنا بنتباهى بالقصه دي. الحمد لله كمان، يمكن طبعا جمهور نادي الزمالك بيبقى المشارك الاعظم في الموضوع، لكن يمكن الكابتن ابو رجيله كمان بيكون ليه خاصيه تانية، ان هو بيبقى ليه يعني محبوب من كافه اطياف الرياضه المصريه، كافه الانتماءات بيعشقه كابتن محمود، فبيجي له تهاني من كل اللاعبين وكل الانديه المصريه، وبيجي له من جمهور يعني غير مصري، حتى من خارج مصر، في لعيبه من الناس اللي هم دربهم قبل كده بيكلموه من خارج مصر وبيتواصلوا معاه من السعوديه ومن الامارات ومن دول الخليج كتير. فيعني بيبقى يوم احتفاليه ظريفه، بيبقى هو يعني مبسوط، واحنا كلنا بننبسط بان هو بيبقى يعني سعيد، ونتمنى يا رب ربنا يديله الصحة والعافية دايما يا رب، ويبقى موجود وسطينا كده ومنور حياتنا يا رب إن شاء الله. اللهم أمين. ذكرت الإمارات، وكان في موقف شهير جدا جمهور الزمالك عمره ما ينساه، لما كان كابتن محمود بيدرب في الإمارات ونادي الزمالك احتاج له، لبى النداء. عايزك تقول لي كواليس الكواليس اللي الناس ما تعرفهاش عن القصة والحدوتة دي. هي القصة دي بس مش يعني هي القصة دي هي أكتر، يمكن أكتر قصة مشهورة، بس هو يعني هم كابتن أبو رجيلة درب نادي الزمالك فعليا حوالي 5 مرات. يمكن مرة سنة 70 في بدايات خالص، كان في يمكن دورة في إيران وكان هو لسه مبطل، وكان الكابتن حلمي ساعتها طلب منه أنه يمسك الفرقة. يمكن هو حتى كان درب كابتن يكن وكابتن احمد مصطفى وكابتن احمد رفعت، فكانت يعني بالنسبه له كانت حاجه كبيره جدا يعني. لكن يمكن الـ3 مرات اللي بعد كده اللي درب فيهم نادي الزمالك كان كلهم متشابهين برضه، يعني كان بيتم استدعائه فيهم يعني حتى سنه 78 انا فاكر ان هو كان جاي من نادي النصر السعودي، وكان مجدد عقده هناك في نادي النصر، وكان بيشتغل هناك مع مستر بروتشيش، ده يعتبر من كبار المدربين، وكان قبل مستر بروتشيش هو كان حاصل على اول دوري تصنيفي في السعوديه، وكان مجدد هناك. ولما جه برضه كابتن حلمي قال له لازم تقعد، احنا محتاجينك، وجايبين مدرب اجنبي اسمه على ما اظن نينكوفيتش او حاجه زي كده، اللي كان يوغوسلافي. الراجل جه وبعد ما قعد معانا فتره الاعداد مشي وما رجعش، وقال لهم انتم مش محتاجين يكون معاكم حد يعني.
فكابتن حلمي قال له خلاص انت اللي هتكمل يعني. يمكن دي كانت اول مره يمسك الزمالك رسمي يعني. حقق فيها بطوله كاس مصر سنه 78. نفس الموقف ده برضو تكرر سنه 83 لما كان الكابتن ابو رجيله بيدرب في النادي العربي في الامارات. وكان الكابتن حلمي كانوا جالهم قرار كده انه هناك في الامارات ان هو مش هيبقى فيه لعيبه اجانب. فكان هناك كان في مجموعه مدربين مصريين، كان الكابتن ابو رجيله وكابتن زكي عثمان وكابتن احمد رفعت، وكانوا يعني كان مجموعه مصريين كتير. فكانوا شافوا هناك اتنين لعيبه كانوا مميزين جدا، كان كوارشي رحمه الله، وكان في لعيب في نص الملعب اسمه ادولف. الاتنين كانوا بيلعبوا في الامارات وكانوا لعيبه مميزه جدا. فكلموا الكابتن حلمي عليهم وقالوا له ان تعالى بص عليهم وتعاقد معاهم يعني كده. فسافر الكابتن حلمي وتعاقد معاهم بالفعل هناك رحمة الله عليه يعني. وهو موصل بقى الكابتن واخده في العربية ومطلعه المطار وكده، قال له انت ما جددتش. فقال له ما جددتش، انا جددت يعني خلاص، ده انا هنا يعني والناس عايزيني وانا قاعد وبتاع. وكان بياخد ده في العربي الاماراتي، كان بياخد 20,000 ريال وبتاع. فقال له لا احنا عايزينك يعني. فقال له يا كابتن سيبني وبتاع. قال له لا، هو انت هنا بتشتغل باسم مين؟ مش بتشتغل باسم نادي الزمالك، مش انت اسمك ابو رجيله يعني، انت هنا شغال باسم نادي، انت اديت ايه لنادي الزمالك لسه؟ طبعا هو الكابتن يعني ما بيسمع اسم يعني الكابتن حلمي الله يرحمه ونادي الزمالك الاثنين بالنسبه له حاجه يعني ما. فبالفعل رجع، وكانت السنه اللي هي يعني كان هو الكابتن احمد رفعت رحمه الله عليه، برضه الكابتن فاروق السيد رحمه الله عليه، والكابتن الجوهري رحمه الله عليه، والدو ستيلا، وكابتن سمير السيد. كانوا طبعا الجوهري كابتن عبد الكريم الجوهري، طبعا عملوا يعني فرقه يعني كوليكشن كده جميل جدا ما بين مزجوا ما بين الخبره والناشئين وبتاع. ومعهم كوارشي، يمكن ادولف ما لمعش شويه ولكن كوارشي هو اللي ما شاء الله عليه. لا وجمال عبد الحميد طبعا دخل، وكان بدايات لايمن يونس واشرف قاسم واحمد رمزي وهشام يكن. يعني كان موسمين كانوا جمال جدا، وطبعا حصلنا فيهم على اول بطوله دوري ابطال افريقيا سنه 84 ودوري عام سنه 84. يعني كان موسم جميل. اول بطوله قاريه لنادي الزمالك كابتن ابو رجيله مدير فني وطني زملكاوي بيحط نادي الزمالك على خريطة البطولات الإفريقية، بطولة الأندية أبطال الدوري بمسماها القديم، أول مرة تخش نادي الزمالك. كان إنجاز قوي جدا كبير جدا، وكابتن أبو رجيلة كان للريادة في الحتة دي، حتة بطولاتك القارية دي. بص حضرتك، أنا عندي مقولة دايما إن البطولة بتاعت زمان دي بعشرة يمكن من بتوع دلوقتي، لان طبعا الظروف اللي احنا كنا بنلعب بيها فيها زمان مختلفه تماما. كانت يعني وضع مختلف تماما. انت بتسافر في الدول الافريقيه دي، يعني دلوقتي احنا بنسافر افريقيا، يعني لما كنت عضو مجلس اداره يعني لما كنا بنسافر افريقيا فكنا بنبقى تعبانين جدا. فبالك انت الكلام ده سنه 84 كانت الشكل الوضع عامل ازاي. ده حاجه. الحاجه الثانيه، الفرق ذات نفسها اللي انت كنت بتقابلها كان كل النجوم بتاعها موجوده. يعني انت دلوقتي لما بتلعب في افريقيا اغلب النجوم بتاعها مش موجودين لان كله محترف. زمان ما كانش انت لما لعبت الصفاقسي التونسي في بدايته كان كل العقربي ده كان يعني كان حاجه هناك. العقربي على ما اظن اسمه العقربي، كان حاجه يعني من ليجند في تونس. لما قابلت في الجزائر برضو كان في تيجي زوزي، كان من اعلى 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 فرق الموجوده في الجزائر، واسامي لعيبه تخض كلها. لما رحت لعبت شوتينج ستارز في الختامي، كنت بتلعب ضد رشيد ياكيني فيعني لا مستوى لعيبه يعني من اعلى اعلى مستويات اللعيبه اللي كانت موجوده. فطبعا كانت بطوله كانت صعبه جدا جدا علينا، وكانت يمكن اتصعبت في مباراه جيت زوزي لما اتغلبنا هناك 3-1. طبعا المباراه الاسطوريه اللي حصلت هنا في مصر وكسبنا 3-0. وبعد كده بقى بطوله برضو يعني النهائي مع شوتينج ستارز. لا كانت بطوله جميله جدا جدا، وذكرياتها كانت جميله جدا الحمد لله. معانا على التليفون دلوقتي صاحب هذا الانجاز، الكابتن الكبير الاسطوره الكابتن محمود ابو رجيله. كابتن انا سعيد ومحظوظ ان سمع صوت حضرتك واسمعه وهتشرف بيك.
مساء الخير عليك يا حبيبي. مساء الخير على حضرتك يا اسطوره. الساعه بقت واحده وانا بنام الساعه 10. ده احنا اسفين والله العظيم ان احنا مسهرينك، بس ما ينفعش الامور ما فيهاش معانا كده. واللي معاك ده، واللي معاك ده بينام الساعه 7. حبيبي مشرفنا ومنورنا، وبنتكلم دلوقتي عن اول انجاز قاري لنادي الزمالك، بطوله الانديه ابطال الدوري 84، والجيل اللي حضرتك كونته وقدرت تحصل بيه على هذه البطوله اللي ما كانتش دخلت خزائن نادي الزمالك وقتها. يعني طبعا انتوا بقالكم فتره كبيره كده، يعني الشهر دوت مدلعنا شويه، لكن ده حقنا وتستاهل اكتر يا كابتن. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، احنا خدنا من نادي الزمالك حاجات كتيره وربنا وفقنا، واسم نادي الزمالك دوت عمل لنا حاجات كتيره، واشتغلنا بره باسم نادي الزمالك واحنا ماشيين في الشارع محمود ابو رجيله مدرب الزمالك. فنادي الزمالك ده بالنسبه لنا يعني بنك كامل قوي يعني. الحمد لله رب العالمين، واحنا بنلعب خدنا بطولات، واحنا مدربين وخدنا مدرب بطولات، ومرنت لعيبه على احسن مستوى، والحمد لله الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى مدينا الصبر والدنيا كويسه الحمد لله، والناس ما زالت فاكرانا يعني. كابتن محمود انت مشرفنا ومنورنا على التليفون، والكابتن رحاب برضه احنا اسفين برضه ان احنا مسهرين وبينام بدري برضه ومقعدين. حابب تقول ايه للكابتن رحاب؟ رحاب عنده يعني عنده كاريزما ان هو حافظ اكتر يمكن مني، يعني يمكن انا الكبر بتاعي نسيت حاجات كتيره، لكن رحاب بسم الله ما شاء الله كان عضو مجلس اداره وسافر مع فرق كتيره في 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 كره اليد والسله والطايره ومراش يعني بيروح، يا ريتك يجيب لك شويه الماتشات اللي بيطلع فيها هو واولاد اخته وبيقعدوا في المدرج يصوتوا ويرقصوا ويعملوا. رحاب زملكاوي من الصغر يعني، انا كنت باخده هو واخته معايا في التمارين وكان بيقعد يتفرج على التمارين، وكان مؤلف وكان زي ما يكون المدير الفني بتاعي، كان بيقول لي على كل اخطائي وكان بيقول على كل حاجه، وسافر معايا كل الدول من الامارات السعوديه، سافر معايا كل حته وكان فيها نجاحات وربنا يديله الصحه ويعافيها يا رب في حاجه جميله. وانت جاي كده من الامارات يا كابتن محمود جبت لنا هديه، كوارشي رحمه الله عليه كان لعيب فز، لعيب قوماته غريبه. الله يرحمه الكابتن محمد حسن حلمي، انت عارف ده؟ محمد حسن حلمي يعتبر الاب الكبير لينا. وكان جاي عشان انا طلبته في مصر وقلت له عندنا في الامارات في فلان الفلاني واسم فلان الفلاني ولاعيب كبير وبعدين غيروا هيمشوا الاجانب، فتعالى جه والحاج سعيد حمزه الله يرحمه وحسن اليه وكابتن حلمي الله يرحمه وحسن اليه، وجه وقابلناهم وقعدوا مع الاثنين اللعيبه واتفقوا معاهم وعملنا لهم حفله، وجبت كل المدربين المصريين الزملكاويه وغير الزملكاويه، عزمتهم في الفيلا بتاعتي، كنت عندي فيلا كبيره وكنت شارع عربيه مرسيدس كتيره حلوه من المرسيدس الحاجه الجميله يعني. طيب معانا على التليفون دلوقتي بقى واحد حبيبك برضه تاني معانا، الفيلسوف الكابتن ايمن يونس نجم نادي الزمالك. خلص بس خلص الكره المصريه. بيسلم عليك يا كابتن ايمن. ما تخلي الكابتن ابو رجيله يخلص بيحكي قصه جميله. هنرحب بيك والكابتن ابو رجيله اكيد. طيب. يعني كلنا هننصت وهنسمع. اولا مستمتع بالحوار ومستمتع برحاب، والكابتن ابو رجيله ده اسطوره بجد يعني، ده واحد مصطنع بس فن الانتماء لنادي الزمالك وفن صناعه البطولات والانجازات، ورب اجيال وعلمهم يعني ايه حب الزمالك. رحاب ده كان لازق فينا عايش وسطينا كانه مننا، يعني كنا دايما بنتخيله لعيب كوره زينا. كابتن ابو رجيله ده يعني بجد كان سابق عصره في الافكار الفنيه، كان عنده قدره انه يديلك مساحات وحريات في الملعب مدربين دلوقتي ما يقدروش يعملوها. كابتن ابو رجيله من ناحيه الفنيه
والله كان راجل سابق عصره بكتير وقارئ رهيب للمباريات، يعني يحكي لك المباراه من قبل ما تحصل، يقعد معاك يقول لك انت هتضغط على ده، خلي بالك هم هيلعبوا بده، يوضب لك الماتش كانك بتلعب ماتش شطرنج، ويعيشك في الماتش من قبل الليل، وتفضل تنام تحلم بكل كلمه هو قالها لك هتنفذها ازاي. انا استمتعت معاه في كل مره، في كل محاضره، في كل سنه مسك فيها نادي الزمالك، وكان ليه تاثير غير عادي. اولا عنده موهبه فن صناعه الطاقه الايجابيه في كل انسان، حتى لما تبقى مضيع جون ولا فرصه كان يقعد يتحايل ويقنعني ان هي كانت لازم تضيع من اي حد، يدخلك الماتش اللي بعده وانت بكامل طاقتك. يعني الابعاد حتى النفسيه بتاعته، ولا دكتور نفساني كان بيعامل مجموعه لعيبه كمان كلهم ستارز يا جماعه. كابتن ابو رجيله كان ماسك في الملعب معاه 18 19 لعيب كلهم نجوم، مين مدرب يقدر يتحكم في 19 لعيب نجوم ويقنعهم بده يقعد احتياطي وده اساسي ويعمل الروتيشن ده من قبل ما اي حد يخترعه ولا يفهمه، وكان يقدر يعمل افكار. لا لا لا، اول بطوله افريقيه في تاريخ نادي الزمالك كابتن ابو رجيله، ماتشات بصراحه كل ماتش قصه وحدوته، لحد ما توصل لشوتينج ستارز وتروح تكسبه هنا 2-0 وتروح هناك تكسبه 1-0، قصه وحدوته، قصه وحدوته فن صناعه نجوم نادي الزمالك. ملك ان هو يخرج لعيبه ناشئين، ما فيش حد زي الكابتن ابو رجيله. لو اقول لك اللعيبه الناشئين اللي خرجوا من تحت ايده، من الديفنس تلاقي احمد رمزي، من الديفنس تلاقي هشام ياكن، من نص الملعب تلاقي حماده عبد اللطيف وايمن يونس واسماعيل يوسف ومجدي طلبه، من الفراود، يعني عنده قدره، واشرف قاسم طبعا، يعني قدره ان يصنع فريق يمتزج الشباب بالناشئين بالخبرات. لا لا، كان ملك التوليفات، والملعب اسطوره، اسطوره كبيره كابتن، حاجه غير عاديه. وبعدين بقى اتفرج على ضحكته بعد المباراه لما نكسب، والدلع ورقصته ازاي، ورقصتك يا كابتن ابو رجيله، ويجهز ابو رجيله يجهزنا للماتش اللي بعده ازاي. ايوه كابتن ابو رجيله معانا، كابتن ابو رجيله سمعنا، سمعنا بنتكلم على الدلع والرقصه اللي بقى الشهيره اللي بعد كل بطوله. عايز احكي لك بقى حاجه خاصه بيا. كابتن ابو رجيله سامع؟ ربنا يديك الصحه يا كابتن ايمن. و طب عايز اكمل لك حاجه بس احكيها لك. بنلعب مره، كابتن ابو رجيله كان في السعوديه سنه 94 وخدني نادي احد، قال لي تعالى العب معايا 6 شهور. نادي احد مدينه المنوره، نادي احد، ايوه نادي احد، ايوه في المدينه المنوره. وبعدين الناس استقبلتني مش متقبله، كانت ايمن يونس في الاول، هم عايزين كانوا يعني لعيب افريقي. فكابتن ابو رجيله اول ماتش قال لي مش هتبتدي، عايزك تتفرج، لان كنت رايح على طول. نزلت الشوط الثاني جبت جون، لقيت اللي بيجري ورايا كابتن ابو رجيله، قال عمل فين ايمن يونس، عمل فين من نص الملعب، رقص الناس من غير كوره وجرهم في حته هو بيتحرك. كان معايا واحده لعيب رايح، حمزه ادريس لو تفتكره يا كابتن ابو رجيله، حمزه الله يرحمه، حمزه ادريس. لقيت كابتن ابو رجيله جوه الملعب وبيحضنني وبيقول لي برافو عليك، ده انا كنت قلقان ان انت ما تنسجمش. غير بقى ماتشات الاهلي والزمالك، ملك ماتشات الاهلي والزمالك، يعني يقعد في ماتش الزمالك والاهلي ده يديك محاضره يخليك كسبان الماتش من قبل ما تلعبه. جرعات طاقه ايجابيه، جرعات فنيه محكمه، يقول لي خلي بالك طاهر ابو زيد هيتحرك كده تقفل عليه، علاء بيوب لو جه كده تقفل عليه، خالد جد الله ده لو وقفناه مفيش كره هتطلع من عندهم، مجدي عبد الغني استناه بس من بعيد، اهرب بعد كده بقى وجيب لي جون، كل ما نقطع كره اعمل اللي انت عايزه، اتحرك في الملعب زي ما انت عايزه. يقرا لك الماتشات بشكل غير عادي. جينا في 92 بنلعب الاهلي، ماتش قد يكون فارق ان احنا نطلع عشان ننافس على الدوري، وقال لك لا يا ايمن هلاعبك راس حربة النهارده. يا كابتن ابو رجيله انا عايز العب نص ملعب. لا انت راس حربة النهارده، انا عايزك راس حربة وهتجيب جون. وكابتن الجون لو عدتوه جون عالمي كنت جايبه، كنا بنلعب في لبنان يا كابتن ابو رجيله قبلها على طول، جبت نفس الجون، قلت لي اتحرك من بعيد واستنى الكوره وما تلعبش ورا المدافع، حاجات فنيه خاصه بينا كده يا احمد. لا 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 لا، انا لو حكيت عن الكابتن ابو رجيله يا جماعه ده قصه واسطوره، وليه فضل عليا وعلى كل لاعبي نادي الزمالك، واحد من اللي اسعد جماهير الزمالك بجد.
كل سنة وانت طيب، والصحة والخير والسعادة ليك دايما، وربنا يسعدك، ورحاب محظوظ بيك واحنا محظوظين بيك يا كابتن ابو رجيلة طول عمرنا. شكرا يا يونس، وانت انت اخو رحاب يعني، مش بعيد قوي، انت اخو رحاب يعني. طبعا طبعا ربنا يحرمني. سعيد ان انا بقول لك كل سنه وانت طيب يا كابتن ابو رجيلة. انت طيب يا كابتن ايمن، ما تحرمش منك يا حبيبي. كابتن ايمن متاسفين ان احنا سهرناك يعني. لا ده اسعد يوم ليا ان انا اقول لك كل سنه وانت طيب. وانت بألف صحه وسلامه حبيبي يا كابتن حبيبي ايمن. حبيبي كابتن ايمن شرفتنا ونورتنا، الفيلسوف الكره المصريه. كابتن محمود يعني ما شاء الله اجماع يعني، حتى وانا بتكلم مع الكابتن ابو رحاب من شويه، كل الاطياف كافه الانتماءات بيعشقوا ويقدروا ويحبوا كابتن محمود ابو رجيله. ما الـ 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 الوالده الله يرحمها كانت بتقول لي كده، روح ربنا يحبب فيك خلقه. الله، احلى دعوه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان ربنا كمان عطانا ولاد كويسين ومحترمين، وولاد ولادنا عيالنا كويسين، وبروحناش في حته وما نجحناش فيها. فالحمد لله، الحمد لله زي ما بقول لحضرتك، انا شبعان شبعان، مش شبعان ورمضان، لا شبعان. يعني الحمد لله الحمد لله، وبشكر قناه الزمالك على انها افتكرت واحد من اللعيبه القدامى، لان انا تقريبا كل القدامى يعني توفوا. ولا يديك الصحة يا كابتن، ولا يديك الصحة يا كابتن، ربنا يحفظك لينا، نرد كرامتهم ان شاء الله. ربنا يديك الصحة يا كابتن، الصحة ويحفظك يا كابتن محمود. وده مش غريب، وعمرنا ما نقدر ننسى كابتن ابو رجيلة، اسطورة الاساطير في كل حاجة خدمت فيها نادي الزمالك. الكابتن حلمي لما جه الامارات عشان ياخد كوارشي ولا مين؟ كوارشي. ياخد كوارشي، وانا عزمه وقاعد اصرف عليه وبصوا اخر انبساط، ودخل اوريه الفيلا بتاعتي واوريه العربيه الجديده المرسيدس. وبعدين هو مواديل المطار بيقول لي انت فاضل لك قد ايه؟ قلت له ده انا لسه مجدد جديد وباخد فلوس كتيره وبتاع. ايوه. قال لي لا اخليك معانا السنه الجايه. قلت له هنا على ابو اليوم اللي انا شفتك فيه. بعد ما اقول لك الكلام ده كله تقول لي يعني هتقدر تديني كام؟ 10 دقايق هيديني 18 جنيه ولا حاجه. بس كابتن حسن حلمي يعني له الفضل الكبير كبير على اللي احنا فيه، والحمد لله الحمد لله ربنا يديني الصحه ويخليه لرحاب ورهام ومحمد ومحمود واولادي، ونكمل المشوار. وبعدين احنا الزملكاويه من الاصل يعني، انت لو دخلت الاوضه بتاعتي هتلاقي التيشيرتات بتاع الزمالك، وتلاقي الصور بتاعت الزمالك. وكفايه بقى ان رحاب بقى هو اللي بيروح المدرج بقى يتضرب ويرقص ربنا يديك الصحه كابتن محمود، شرفتنا ونورتنا وسعداء بسماع صوت حضرتك، ربنا يحفظك ويخليك لينا يا رب. كابتن ابو رحاب، ايه يا حبيبي؟ حابب تقول ايه للاسطوره؟ لا فيش نور، خلاص هو ايمن قال كل حاجه ممكن تتقال، وكل سنه هو طيب، ويا رب يا رب يحفظه لينا يا رب، ويجعله بصحه دايما وبخير يا رب ان شاء الله باذن الله. الفترات اللي بعد 84 دي خلاص فتح نفس نادي الزمالك للبطولات، يمكن 86 كان المدير الفني الاجنبي وقتها، كان على ما اتذكر كان مين؟ كان على ما اظن باركر. كان باركر كان هو 86، وبعد كده بقى 93، وبعد كده 96، وبعد كده 2002. اللي احنا بعيد بقالنا فتره كبيره جدا عن دور الابطال، بقالنا كتير جدا، سنين كتير جدا. ممكن نكون بناخد الكونفدراليه، خدناها مره، في الثانيه خدنا سوبر افريقي، ولكن خزينه نادي الزمالك من البطولات القاريه لو كانت استمرت، لو بصينا لاخر عقدين في القرن اللي فات، ثمانينات تسعينات، بالمعدل ده ان نادي الزمالك ما يسيبش عقد غير لما ياخد فيه بطولة أو بطولتين، كان زمان نادي الزمالك عامل رقم قياسي. إيه القصة؟ بص حضرتك، هو الظروف اللي مرت بنادي الزمالك من أعتقد من 2002 وأنت طالع، يمكن من 2005 وأنت طالع، ما أعتقدش إن هي لو عدت على أي نادي في أي حتة في العالم كان ممكن يبقى لسه موجود يعني. صحيح. فكون إن إحنا لسه موجودين وبخير وبننافس
وجمهورنا هو اللي حمينا، هو اللي شايلنا، هو اللي مخلي لسه في اسم النادي الزمالك. فالمر بنادي الزمالك في الظروف دي ما اعتقدش ان في ممكن نادي ممكن يكون عدى عليه، يمكن يعني مش متذكر بس رقم يعني ما قلش عن 30 40 مجلس اداره. احنا كنا في السنه بيعدي علينا بالثلاث اربع مجالس ادارات. فالظروف الغير طبيعيه اللي عدت علينا في ال 20 سنه دي كانت تخلص على اي حد. مفيش حد يستحمل ده. لا مفيش حد جبل. ممكن يستحمل. اه طبعا نادي الزمالك جبل المستحمل. واعتقد ان جمهور نادي الزمالك هو ليه الفضل الكبير طبعا. في انه يحافظ على ان نادي الزمالك يفضل موجود واسمه يفضل موجود. لانه حب الجمهور ده للنادي ده هو ده اللي حافظ عليه. وطبعا اولاده طبعا جزء كبير من اولاده المخلصين، لكن طبعا انا بعتبر ان الفضل الاكبر في الكلام ده هو لجمهور نادي الزمالك اللي هو بيزيد واللي هو مازال متعلق واللي لسه فيه اطفال صغيرين لسه بيطلعوا زملكاويه وشعبيه جارفه جدا في كل الدول العربيه. فحاجه يعني انا فده الحاجه الوحيده اللي خلتنا لغايه دلوقتي لسه عايشين. بس الظروف اللي احنا مرينا بيها في العشرين سنة اللي فاتت مش ممكن تخلينا، والفترات اللي احنا استقرينا فيها يعني كنا قريبين، يعني كنا قريبين مرتين ان احنا نوصل نهائي كاس وصلنا نهائي كاس افريقيا مرتين صن داونز وال2020 يعني. لكن ده مش مكاننا الطبيعي، لكن الظروف اللي احنا بنمر بيها طول الوقت ده مش يعني ما تساعدش اي حد انه ممكن يقف على رجليه. اكمل مع حضرتك الحديث كابتن ايهاب، ولكن هنطلع لفاصل، نستاذنك نطلع لفاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا شيق والممتع مع كابتن ابو رحاب ابو رجيله. ابقوا معنا. رجعنا لكم مرة تانية في هذا اللقاء الممتع والشيق مع كابتن رحاب أبو رجيلة. شرفنا ومنورنا وسعيد جدا بوجودك. أنا سعيد إن أنا موجود معاك وسعيد إن أنا موجود في قناة نادي الزمالك. لما كارم المعد كلمني من 10 أيام إن أنا أكون موجود معاك، يعني أنا مع إني كنت رافض من الفترة اللي فاتت خالص إن أنا موجود، بس يمكن إن أنا أبقى متواجد يعني. كنت مقل في الظهور الإعلامي يعني. يمكن بس يمكن شوية الأخبار الحلوة اللي جاية من النادي يعني إدتني يعني امل كده ان انا ابقى موجود يعني الفتره دي ان شاء الله. قبل الفاصل بقول لك مفيش حد يقدر يبقى غير زملكاوي في العيله. لا مفيش، ما هو يعني ما ينفعش يعني. اولا هي اصلها يعني احنا انا شخصيا انا طلعت، انا بعتبر نفسي ان انا متربي جوه النادي يعني. انا اتولدت جوه النادي، مش متربي جوه النادي، انا اتولدت جوه النادي. وانا كمان من الناس اللي يعني كانت حتى في يعني طول عمري متواجد. انا بعتبر نفسي ابن من اولاد مدرجات نادي الزمالك يعني. فانا طول عمري متواجد في مدرجات نادي الزمالك على مستوى كافه الالعاب يعني من صغري، من وانا بحضر المباريات. حتى لو بابا موجود او بابا مش موجود يعني، بابا بيدرب الفريق او بابا مش بيدرب الفريق، فانا بحضر يعني. انا من سنه 78 او من 77 وانا بحضر في المدرجات، لدرجة ان انا بقيت دلوقتي ما بعرفش اتفرج على الزمالك غير في المدرج. حتى يعني الفترات الاخرانية لما حصل ان موضوع التذاكر وان ما فيش حضور وبتاع وكده، فحتى بروح التالتة اقعد وباخد ولاد اختي ونروح نقعد نتفرج ونشجع ونسخن ونعمل اللي احنا عايزين نعمله ونرجع يعني. لكن احنا اتربينا لقينا نفسنا عايشين جوه يعني، لقينا نفسنا مولودين جوه النادي، ولادنا كده وولاد اخواتنا كده ولاد عمامنا كده ولاد عماتنا كده واهالينا كده ونسايبنا كده. فاحنا الدنيا كلها زمالك في زمالك، بنصحى الصبح زمالك وننام بزمالك، فما فيش حاجه. طب بتبقى في وسط بقى المعمعه في التالته يمين والهتافات واكتر جمهور بيحضر في التالته يمين، الاجواء بتبقى عامله ازاي في المدرج، في مدرج التالته يمين تحديدا؟ لا هو بص، جمهور الزمالك ما فيش زيه يعني. ما ودايما انا عندي يعني مقوله ان جمهور الزمالك هو القائد، هو الملهم، هو دايما ودايما اتجاهاته هي الصح يعني. انت لما عايز تعرف انك انت صح ولا غلط، شوف جمهور، اشارات الجمهور، هتعرف ان انت ماشي صح او
فلا جمهور الزمالك جميل، وانا يعني في مدرجات نادي الزمالك من سنه 78 من ايام ما كان في الدرجه الثالثه مش اللي على اليمين دي اللي كانت في الوش، كنا بنحضر الماتشات حتى يعني كان بابا في حد صديقه رحمه الله عليه كان بيجي يطلعني من المدرسه وانا في ابتدائي وانا ياخدني معاه عشان يطلع نروح، ولما ده ما يبقاش موجود كان في اعضاء في النادي قدام كانوا بيجوا لي ياخدوني من البيت ويودوني الماتش، لازم لازم كل الماتشات لازم احضرها ولازم يعني، فجمهور الزمالك غير، وماتشات بقى السله وماتشات نجري ورا السله ونجري ورا الطايره ونجري ورا الهاندبول، يعني انا مش عايز اقول لك مثلا ان الوالده رحمه الله عليها كنت انا في الجامعه باين او حاجه زي كده ما بذاكرش بقى خالص وعمال اجري ورا الزمالك في كل مكان وبتاع، فدخلت عليا مره لقيتني قاعد بتفرج على ماتش تنس طاوله الزمالك والاهلي بيلعب ومشدود بقى جدا وعمال يعني بقى وعمال اشد في شعري بنلعب تنس طاوله بينج بونج يعني متخيل، والله الست يعني الله يرحمها يعني شدت شعرها وكلمت بابا كان مسافر في السعوديه يعني وقعدت تشتكي بتقول له ده بيتفرج على التنس يعني هو كده ما نعرفش نعيش من غير زمالك يعني. طب عملت ايه في فتره الجامعه دي بقى يعني بعد الموقف اللي انت بتحكيه ده؟ لا والاربع سنين كلهم كانوا جري ورا الزمالك، انا فاهم يعني فاهم السنه اللي هي سنه 88 دي اللي كان الكابتن عصام بيج ماسك فيهم النادي اللي احنا خدنا فيهم الدوري والكاس 88 احنا خدنا اربع بطولات ثلاثه رسميه يعني خدنا الدوري والافرو اسيوي وخدنا كاس الاستقلال كانت البطوله العربيه باسم كاس الاستقلال خدنا انا فاكر ان هي الافرو اسيوي دي كنت بلف بقى ورا يعني بالعربيه كان والد ربنا يديله الصحه كان جيب لي عربيه بقى فكنت باخدها كانت بيضه وكنت بقى بعمل لها شرايط حمراء كده وبتاع والف بقى ورا الزمالك في كل مكان يعني اسكندريه نطلع مش عارف فين نطلع وياما اتضربنا بقى في المدرج في اسماعيليه في بورسعيد في اسكندريه يعني ما سيبناش مكان ما جريناش فيه ورا الزمالك يعني. في البطوله الاخيره في نهائي الكونفدراليه الاخير واخر بطوله طول بها نادي الزمالك حضرت النهائي في المدرجات؟ حضرت النهائي. الاجواء كانت عامله ازاي؟ لا هو يعني انا يعني يمكن الكونفدراليه اللي قبليها كمان اللي هي كانت في رمضان دي رمضان. انا برج كنت لسه خارج من المجلس يعني كنت مشيت من المجلس كانت البطوله كانت غايبه قوي علينا بقالنا فتره يعني كنا بقالنا 17 سنه بناخدش بطوله قاريه وكنا يمكن كنا في رمضان كانت الاجواء في رمضان وكانت في برج العرب السفر الرحله من مصر من القاهره لاسكندريه الصحراوي كله اعلام بيضاء وخطين حمر جمهور الزمالك واقف بيتصور مع بعضيه من غير ما يعرف بعضيه الناس بتقف بتسلم عليك بتشاور لك وانت ماشي في الريست بنقف بنتصور وبنضحك وبتاع لما رحنا هناك واحنا بناكل وبنصلي المغرب لا كانت اجواء يعني انا بصراحه يعني انا حضرت 84 البطوله بتاعت 84 ويعني بعتبرها من اعز البطولات اللي شفتها في حياتي لكن اعتقد كمان الكونفدراليه الاولانيه دي كانت حاجه يعني شعور رهيب يعني المره دي كمان برضو احنا برضو يعني انا كنت موجود في المدرج برضو دايما جمهور الزمالك قادر على انه يعني يصنع الحدث وكان بقالنا برضو سنتين وشويه ما بناخدش من اخر كاس خدناه انت وانت قاعد وسط جمهور نادي الزمالك بتبقى مستمتع شده الاعصاب والكلام والضحك حتى القفشات اللي الناس بتقولها وهي قاعده مع بعضيها حتى النرفزه على الناس وبتاع يعني انا الواحد بتحصل له مواقف من زمان يعني في المدرجات لا يعني تموت على نفسك من الضحك واللي بيتفائل واللي بيتشائم واللي عايز يقعد مكان حد ويقول لك قوم وتعالى اقعد مكاني يعني حاجات يعني ناس واللي بيغمى عليه ما سيناريو بيتفائل وبيتشائم نادي جمهور الزمالك ليه طقوس طبعا طقوسك انا في حاجات يعني لو الناس عرفتها في التفاؤل والتشاؤم وطقوس تشجيعنا للزمالك غريبه قول لي انت الحاجات اللي ممكن الناس بتستغربها فيك لا هو بص يعني هو موضوع التفاؤل والتشاؤم ده عشان الناس بتفهمه غلط بس هو صعب ان يبقى في حد في الكوره ما بيتفائلش ويتشائم يعني حقيقي فيعني هو طبعا يعني المدربين حتى بيتفائلوا ويتشاؤموا لبس ببلوفر بجاكيت معين يعني هو كابتن ابو رجيله ربنا يديله الصحه كان عنده قميص كده مشهور بيه كان بيحب يلبسه اللي هو بتاع كاس 99 ده يعني
فحادثة 99 دي على فكرة يعني أنا كنت رايح خلاص وصلت للإستاد والوالدة الله يرحمها كلمتني في التليفون قالت لي بابا نسي القميص بتاعه. يا خبر ابيض. قلت لها طيب يعني طب ما البس اي قميص تاني يعني. قالت لي لا هو مش يعني مش رافض. هو مش هيعتمد اي قميص غيره. يعني فكان معايا ناس بقى سبتهم ورحت البيت جبتهم. هم كانوا معسكرين في دار العيله الهندسيه. زمان بقى ما كانتش الامكانيات زي دلوقتي فنادق فايف ستارز وبتاع وكده كنا فروحت جبت له القميص وجيت روحت عبال ما جيت اخش إن اصلا ما لقيتش مكان اقعد فيه قعدت على الارض يعني. لا طبعا اولا طبعا يعني قريت القران والصلاه والكلام حتى يعني في بعض يعني بعض اجزاء يعني صور القران بتتقال وانت قاعد في المدرج يعني في الصلاه مثلا لو بنصلي المغرب او بنصلي العشاء لازم في بعض الايات القرانيه اللي بتتقال الجمهور بيقولها مع بعضيه بنقعد مع بعضينا لينا قاعده معينه بنقعدها بتبقى ليه لو ليك قميص بتحبه بتلبسه لا يعني القصه بتبقى صراحه يعني بتتفائل بيه يعني خلينا في التفاؤل بس مش انا اتشائم يعني التشاؤم حرام احنا بنتفائل بنستبشر خير بحاجه معينه بنعملها طقس معين لكن طبعا هو كل حاجه بامر ربنا سبحانه وتعالى بس احنا صح. يعني ايه يعني بتبقى كده يعني عادات في الكوره يعني معايا دلوقتي كابتن احمد عبد الحليم طبعا نجم واحد اساطير نادي الزمالك الكابتن الخلوق كابتن احمد عبد الحليم يا كابتن احمد مشرفنا ومنورنا كابتن احمد بس عليك ومشي على اخويا وحبيبي واخويا الصغير في الحياه ازيك يا كابتن احمد ازي حضرتك ازيك يا حبيبي انا سعيد جدا ان انا سمعت صوت حضرتك والله والكابتن والله وحشني معلش انت طبعا كديك الخير والبركه بس كنا عايزين الكابتن ابو هو اللي كان يبقى موجود في الحلقه دي الله يخليك ربنا يديله الصحه يا رب يا حبيبنا يعني ربنا يكرمه يا رب ويديله الصحه وكل سنه وهو كابتن احمد عبد الحليم من احسن الناس ومن يعني من امهر الناس اللي جت في تاريخ نادي الزمالك ويمكن من الناس اللي ما خدتش حقها مهريا في الكوره في نادي الزمالك لكن هو بالفعل من اللعيبه المهاريه جامده جدا 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 وكان ليه فضل كبير جدا جدا في الدوري بتاع 84 يمكن هو لوحده جايب له مثلا يجي 6-9 بونت لوحده كانوا يعني علامات مؤثره جدا جدا في البطوله دي الله يخليك يا كابتن احمد هو طبعا معلش انا بدايه بس بحب اعزي طبعا اتفضل يا كابتن الرياضيه طبعا في وفاه الكابتن خالد جلال ايهاب جلال كابتن ايهاب جلال ايهاب جلال خالد ربنا يديله الصحه كابتن ايهاب جلال ربنا يا رب يغمده برحمته ان شاء الله ويصبر اهله امين يا رب امين المهارات دي بقى الناس يعني هي بخت الناس اللي شافت مهارات كابتن احمد عبد الحليم كابتن احمد عبد الحليم لم يرتدي اي تيشيرت غير تيشيرت نادي الزمالك طبعا ايه بقى ايه الحكايه انا كنت عارف ان انت كان في قصه كمان مع المنتخب لا هو خلينا بس احنا مع عيد ميلاد الراجل الكبير الكابتن كابتننا كلنا اتفضل والراجل يعني اللي من الناس اللي هم افضال علينا كلنا الحقيقه على الجيل بتاعنا كله والجيل اللي بعدينا والجيل اللي بعدنا صحيح يعني الكابتن ورجينا حضرت معاه بطوله كاس مصر اللي هي 79 وبعدين بعد كده الدوري 84 وبطوله افريقيا 84 انا ما شاركتش بس في بطوله افريقيا يعني انا البطوله الافريقيه دي شاركت يمكن في ماتش واحد اللي هو ماتش الصفاقس مع ان الموسم ده زي ما رحاب بيقول انا الموسم ده كنت حاسم جدا في مباريات كتير جدا في الدوري العام يعني انا الموسم بتاع 84 ده المنيا والبلاستيك المنيا والبلاستيك والترسانه يعني والمحله فكان في كام جول كده كان ليهم تاثير خصوصا الجول بتاع البلاستيك ده لانه يعني كان في نهايه الدوري ولو كنا تعادلنا معاهم كانت الماتش 1-1 وكان في اخر ثانيه في الماتش لو كان الماتش فرقه تعادل كان الاهلي هيبقى زينا في البونت فكان لازم احنا تعادلنا مع الاهلي اخر ماتش وخدنا الدوري الماتش بتاع 2-2 هو البلاستيك برضه كان فريق ساعتها كان البلاستيك من ساعتها نزل درجه ثانيه ما طلعش ثاني حقيقه يعني. اللي هو كان بعد كده بقى اسمه اسكو لا لا بلاستيك غير اسكو البلاستيك غير اسكو كان فرقه جميله وجبنا من عندهم لعيب من حمامة اللعيبه اللي كان عندنا كابتن حمامه طبعا طبعا صحيح فالكابتن ابو رجيله طبعا انا عاصرت في بداياته أول ما مسك أول مرة مسك فيها نادي الزمالك وبعدين بعد كده عاصرته برضه في المرة الثانية لما رجع موسم 84 هو والله يرحمه الكابتن أحمد رفعت والكابتن طارق السيد والكابتن رحمه الله جميعا يعني ربنا يدي الصحة للكابتن فأنا عاصرته في الفترة دي كلها وطبعا يعني الكابتن أبو رجيلة ده راجل يعني أيادي بيضاء على كل لعيبة نادي الزمالك اللي اتعاملوا معاه سواء تدريبيا
او حتى سلوكيا وحتى الدم الخفيف اللي هو اللي يعني الكابتن ابو جابر بيتميز بيه طبعا. ده كان بيضفي جو وشكل غير طبيعي على التمرين وعلى المعسكرات وعلى الماتشات. يمكن انا ما كنتش بلعب فيه في ماتشات وكنت بلعب بس كنت بقى سعيد جدا يعني 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 كان يجي يقول لي يا احمد احنا عايزين نمسك مش عارف فلان اقول له ماشي يا كابتن ما دام مصلحه النادي في الموضوع ده، مع ان كان في لعيبه معايا في التيم يقول لي ازاي يا ابني انت احسن واحد في الفرقه ازاي تقعد، اقول لهم يا جماعه مصلحه النادي بس من خلال حبي للجهاز الفني اللي كان موجود. دي كانت العلاقه وكانت الاخلاق اللي كانت موجوده. فالكابتن ابو رجاله ربي ربنا يديله الصحه، راجل ما كناش بنبطل ضحك اقسم بالله المعسكرات كلها وبتاعت افريقيا دي بالذات، لان طبعا افريقيا زمان كانت مختلفه تماما حتى عن لسه كنت بقول له والله يا كابتن هو كان مأساة في القاره الافريقيه كلها الامور صعبه. كان اللي بيهون علينا الدم الخفيف والقعده الكويسه يعني والعشره والمعامله والحاجات دي كلها. الله يديله الصحه ان شاء الله. اللهم امين يا رب. كابتن احمد شرفتنا ونورتنا وسعداء بسماع صوت حضرتك. شكرا يا ابو حميد وكل سنه وهو طيب. الكابتن ابو جلال وطارق يحيى كل سنه وهو طيب برضه، عيد ميلاده ايد الكره المصريه طيبين ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن احمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك ونجم الكره المصريه كل سنه. كابتن طارق يحيى طبعا ايدر الكره المصريه كل سنه وهو طيب وبالف خير وسعاده. كابتن رحاب نتكلم قبل مداخله كابتن احمد على طقوس الجمهور الزملكاوي، حته انك تتوج بالكونفدراليه في موسم كان صعب، موسم كان فيه تحديات كتير جدا لمجلس إدارة نادي الزمالك، تحديات قبلها انك بقالك بعيد عن البطولات بقالك اكتر من سنتين من اخر كاس مصر حصلت عليه، بيفرق مع نادي الزمالك في اللي جاي تبقى بدايه طوبه في طبعًا البناء. هو طبعا كانت بطوله كانت مهمه السنه الجايه السنه اللي فاتت وطبعا كانت يعني كانت حجر اساس المفروض نبني عليه ان شاء الله باذن الله. انا كنت شخصيا اتمنى ان احنا نكون كمان نخش في الكاس يعني وكان يبقى لينا حظوظ كويسه يعني دي رؤيه طبعا المجلس والمدير الفني يعني لكن انا كنت شايف ان هي كانت بطوله سهله كنا ممكن ان احنا يعني نحارب عليها بسهوله وان احنا تبقى تضاف لبطولاتنا واحنا كنا محتاجين برضو بطوله زي دي تفرق معانا. لكن يعني ان شاء الله باذن الله بعد التدعيمات اللي انا شايفها الجيده ويمكن المره دي كمان احسن من المره بتاعت السنه اللي فاتت يعني في اختيارات دقيقه وفي اماكن احنا محتاجينها وبننقي بعنايه ويمكن برضو دي حاجه جيده جدا يعني شايف ان شاء الله باذن الله ان احنا حظوظنا تبقى جيده السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. ازاي نبدا البطوله بقى؟ انت بطل النسخه الاخيره حامل لقب البطوله، تخش ازاي على المعترك الافريقي من باب الكونفدراليه عايز تحافظ على البطوله دي؟ ودي قدامنا صور من سفر البعثه وتحرك بعثه نادي الزمالك الى كينيا. اتفضل. طبعا يعني كل ما خدنا الامور بجديه من الاول كل ما كانت الامور سهله علينا. يعني احنا نادي الزمالك اسم كبير، لعيبه كبيره، في تدعيمات جيده، حتى اللعيبه اللي موجوده حتى التدعيمات لما كلها ما دخلتش يعني اللعيبه اللي موجوده دلوقتي حاليا اسامي ناس مش قليله يعني بالاضافه كمان لان اتاحت مشاركه ناصر ماهر ناصر طبعا وعبد الله السعيد طبعا اكيد. فانت لازم تبقى عارف ان انت رايح بتمثل نادي الزمالك وجاء اسم نادي الزمالك اسم كبير في القاره الافريقيه وجمهور نادي الزمالك وراك، فلازم تاخد الامور من اول دقيقه بجديه وكل ما خدت الامور بجديه بقت الامور سهله. موضوع بسيط جدا يعني. انت المطب اللي وقعنا فيه في السنه اللي فاتت مع اننا كنا بطل النسخه ولكن ارتا سولار ده وقع قلبينا كلها في بدايه المشوار كده. لان احنا ما خدناش الموضوع بجديه. هي مشكلتنا وقفتنا والقفه بتاعتنا طول عمرنا هي المشكله دي، انك انت دايما ما بتاخدش الموضوع بجديه. لازم الناس تعد نفسيا قبل بدنيا. دي مهمة جدا 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 ودي اتعلمناها طول عمرنا في اللعيب المصري. الإعداد النفسي للعيب المصري مهم جدا جدا، أهم حتى من أي حاجة تانية. فكل ما عيشته في أجواء المباراة وأجواء البطولة وحسسته وكلمته وكلمت كتير كتير يعني الكابتن أبو رجيل ربنا يديله الصحة يقول لك الكورة في مصر كلام أكتر من الفعل.
يعني كلام مع اللعيبه طول ما انت قاعد بتتكلم معاهم، طول ما انت قاعد بتحكي لهم. حضرت معاه فترات طويله جدا حتى بره مصر. يعني احنا مشينا من هنا سنه 84، الكابتن راح مسك الوحده السعودي في نادي كان بيصارع على الهبوط في 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 في, في السعوديه، وهو وصل بيه ان هو بقى ثالث الدوري في سنتها دي. كان بيجيب لهم الماتشات بتاعت الزمالك يفرجهم عليها ويقول لهم البطوله اهي والكاس اهو، شوفوها، شوفوا الناس، شوفوا الجمهور عمل ايه، شوفوا الناس شالت ازاي الكاس، شوفوا الناس، وراهم شوفهم يعني ايه بطوله، يعني ايه. فالكلام ده كلام مؤثر جدا جدا. فطول ما انت قاعد بقى اللعيبه لازم الناس تبقى قاعده معاهم بتكلمهم كتير عن جمهورهم، عن مسؤولياتهم، ان احنا لازم ناخد الامور بجديه عشان ما نقعش في نفس الظروف اللي حصلت السنه اللي فاتت. كل الكلام دوت لما يبقى هيتحقق هتلاقي المباراه بقت سهل علينا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. حابب تقول ايه طيب للفتره دي للاعبنا الزمالك المتواجدين دلوقتي؟ انت داخل على موسم هتبتدي خلاص يوم 14. والله هو مفيش حاجه تتقال لعيبه نادي الزمالك غير ان كنتوا بتلعبوا في نادي كبير جماهيره بالملايين في كل مكان. جمهور نادي الزمالك متعلق بالنادي الزمالك جدا جدا غير اي جمهور تاني. احنا واحنا ماشيين في الشارع بنتسال، احنا واحنا ماشيين بالعربيه بنتسال، احنا واحنا الناس بتكلمنا في التليفون، الناس بتخش علينا على الفيسبوك بتكلمنا. فجمهور نادي الزمالك مختلف، يعني مش من نوعيه الجمهور اللي بيشجع وخلاص ان هو النهارده يعني ومش عارف يعني ايه ماتش وفيش ماتش، وهو عارف الماتش امتى وعارف التمرين امتى وعارف المباريات كلها وحتى الالعاب الجماعيه، عارف مواعيد المباريات ومواعيد التمرين وعارف اسامي اللعيبه وعارف اشكالها وعارف وعارف كل حاجه. فانا لسه مقابل بره المدرب بتاع الحارس الحراس المرمى بتاع الهاندبول، الراجل بيقول لك انا بمشي في الشارع الناس بتكلمني، يعني هو مستغرب من الموضوع بالنسبه له حاجه غريبه يعني. فلازم لعيبه نادي الزمالك تبقى مقدره حجم ومسؤوليه اللي موضوع على كتافهم، ويبداوا الموسم ان شاء الله باذن الله بدايه قويه، يعوضونا عن السنه اللي فاتت، لان وضع اكيد السنه اللي فاتت ده مش هو ده الوضع الصحيح لنادي الزمالك. لعيبه عليها مسؤوليه كبيره جدا جدا ان هي تاخد الامور بجديه وتقاتل، وان جمهور نادي الزمالك ميزته بقى انه لما بيحس انك انت عملت اللي عليك بيسقف لك، حتى لو ما كسبتش مش مشكله، بس المهم يحس في الملعب انك انت عملت اللي عليك. صحيح. بس فهو مش مطلوب منهم غير ان هم ياخدوا الامور بجديه، يجتهدوا، يعرقوا في فانيله نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك يستحق ان احنا نتعب ونشقى ونعمل لهم كل حاجه، لان احنا في النهايه كلنا انا وانت كابتن ابو رجيله وكابتن احمد حتى اللعيبه اللي موجوده دي بناخد قيمتنا من جمهور نادي الزمالك. انت ما بيبقالكش قيمه لو مالكش جمهور. ايه الفرق ما بين لعيب نادي الزمالك واي لعيب تاني؟ الفرق ما بين لعيب نادي الزمالك ولعيب اي لعيب تاني هو جمهور نادي الزمالك، هو اللي بيضيف ليك القيمه ليك. فطالما انت هتحس بان انت ليك القيمه دي وان الجمهور هو اللي بيديك القيمه دي، يبقى لازم تعرق ولازم تبذل كل مجهود جوه الملعب عشان ان شاء الله باذن الله تحقق بطولات وتعوض السنين اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. قبل ما اختم مع حضرتك مش عايز افوت الفرصه واسالك عن السوبر الافريقي، متفائل ان شاء الله ان الزمالك يقدر يحقق البطوله دي في بدايه موسم الكروي النظامي. انا دايما متفائل، يعني عندي ما بفقدش الامل ابدا في فريق نادي الزمالك، دايما على طول متفائل في نادي الزمالك. احنا قادرين في اي وقت ان احنا ناخد بطوله طالما عندنا الرغبه ان شاء الله باذن الله مهما كانت الظروف. يعني احنا في ظروف صعبه جدا السنه اللي فاتت، كسبنا الاهلي المنافس بتاعنا مره وكنا قريبين المره الثانيه ما فيهاش مشكله خالص. لو احنا ان شاء الله باذن الله عندنا الرغبه ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نحقق نتيجه كويسه باذن الله. ونبارك لجمهور نادي الزمالك وكل اللعيبه والمجلس الاداره باذن الله. شرفتنا ونورتنا، سعيد جدا بلقائنا معاك. أنا اللي سعيد إن أنا موجود معاكم، وشكرا ليكم وشكرا على الاحتفال اللي أنتوا عملتوه مع كابتن أبو رجيلة. ربنا يخلي حضرتك. وإن شاء الله بإذن الله يا رب مزيد من البطولات لنادي الزمالك بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. شرفنا ونورنا كابتن رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا. انتهت حلقتنا من زملكاوي، على أمل اللقاء إن شاء الله في حلقة جديدة من زملكاوي. إلى اللقاء.